افقي اذا ما افقي. لا ما ادري. الله يسلمك. كان عشاء ضربك امام الجيش الخربوشي كامل. وخويا سعيد الله شاهد على كل شيء. عافاك. ما غاديش نتاع الحق، فهمتي؟ ما غاديش نتاع الحق، الهضرة ديالي غتلقى عند المحامي، فهمتيني؟ السلام عليكم، الله يسهل عليك، انت ولد خيتي. يا منيش داك الشيء كامل، أنا ما بغيتش نخسرك. ما بغيتيش تخسرني، منين ما بغيتيش تخسرني؟ علاش ما جاتيني هذاك النهار؟ قلت لي أنا كنبغي وحدة، دابا وليت كتهمك العائلة، أنا راه أسيدي أنا راه العائلة ما كتهمنيش، فهمتي؟ اللي كيهمني واحد أنا كتهمني راحتي، في الوقارة. والانسان اللي كنت ثقة فيه داير فيه ثقة عامة كيفاش وضق لي كذا العائلة؟ دابا انت همك العائلة تتزوج بيا على حسب العائلة، واش انت شوية صعبة؟ هذه هي اللي ما عمرها تكون. الله يسهل عليك. الو، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ويا سعيد كثير مزيان. الله يبارك فيك، لاباس عليك انت؟ كل شيء الله بخير يبارك. الله يحفظك اخويا سعيد. الحمد لله. تفضل يا استاذ، شكون معنا؟ معك دريس من مكناس. شكون؟ دريس من مكناس. السي دريس، لاباس عليك. الله يبارك فيك. الله يحفظك سعيد. واحد المشكل دابا كان وقع عليك، كنت معاكم في التيست مانيش وحصلت. هي حصلاتك؟ وياه. دوزتي عندنا حنايا، حنا عيطنا لك. انتوما عيطتوا لي. واه وشنو قلتي شي سميه لواحد اخرى؟ واه وشنو شحال تكون المده باش حصلاتك هي؟ تقريبا دابا شي سيمانه يعني، ولا كنفهم عليك. لا، هي باش حصلاتك شحال؟ شي سيمانه هادي. سيمانه؟ وهذه سيمانه ما هضرت معاك. واه واخا واخا واخا، عطينا الرقم ديالها. انتوما اللي كنتو دايرين الخطوبه وقررتوا ديروا العرس؟ الو، كنسمعكش اخويا. الو، انتوما اللي كنتو قررتوا ديروا العرس؟ وقلتي كتبغي شي وحده اخرى 4 سنين ولا شنو؟ ايوا. شنو، واحكي لنا بعدا على هذه القضيه هذه. كيفاش انت خاطب وكتبغي وحده عندها 4 سنين؟ لا شوف، كتوقع هذه الامور عي زعما، ولكن شنو اللي خلاك السي ادريس يعني السيده خاطبها داير العقد، خاسر فلوس، خاسر وقت، خاسر بزاف ديال الحوايج، ولكن انت قلبك معلق بوحده اخرى؟ يعني اشرح لنا، حتى الناس يستافدوا، حتى الناس باش ما يطيحوش في نفس الغلط. علاش لا؟ دي مع دوزت مع هذاك في الاول قبل ما تعرف على هذه، فهمتي؟ صافي، وما بقى ديك العلاقه شويه، التليفون منا ومنا، صافي كان كيسحب. واش هي اللي دارت هذا الشيء؟ حيتاش هي عندها، المهم كتدخل بزاف لعندك وكذا. صافي صافي، هي اللي دارت. وهذه اللي قلتي السميه ديالها باقي بالك معاها زعما؟ واه باقي بالي معاها، وهي اللي معاها من باغي نكمل حياتي اخويا. وندمت بزاف على داك الشيء اللي دارت صراحه. لا، مع من باغي تكمل حياتك؟ مع هذيك اللي قلتي السميه ديالها، ولا هذه اللي دارت لك التيست؟ لا، هذه اللي دارت لي التيست. ايوا، انت قفرتي، اش غنديروا لك؟ اصلي على اخويا انا حتى. يلا يلا، عطينا الرقم ديالها. 0 قيد 07 الو، كان سمعك، تفضل. شحال زيد زيد. السلام عليكم إلهام، كي داير؟ لاباس عليك؟ اش اخبارك؟ العائله، الخوت، الوالدين، كل شيء تمام؟ كنسمعكش مزيان. دابا مزيان. إلهام لاباس عليك؟ الحمد لله. إلهام 21 سنة. الحمد لله. عرفتيني؟ شكون؟ سعيد. كي درتي؟ لاباس عليك؟ هانية مزيان؟ الحمد لله، بارك الله فيك. الحمد لله. فين شداها؟ ألو، فين شداها إلهام؟ والو، قل لي إلهام، انت دابا عارفه قانون اللعبه وقانون البرنامج، شكون اللي جا في بالك يا إلهام؟ انا
شكون؟ انا كنت معاه قبل ساحب. علاش يا إلهام؟ اوي شكون؟ قولي شكون بعدا؟ عرفت شكون؟ شكون؟ لا ما نقول هو أقول عارف. أقول أقول ديك هي اللي قلت لك النهار هي اللي كاينه اليوم دريس. واخا ودريس بغى يعتذر لك دابا شنو؟ ما بغيتش علاش؟ تكفي لي بيناتنا السلامة وايلي بعد عشي بركة. اوي لهالدرجة زعما؟ اوي علاش؟ كيفاش علاش اخويا راك شتي كلشي بعينك داك النهار ديك آه. صدق خاطبني ياك خاطبني هادي 4 سنين صدق كيعرف البنت هادي 4 سنين شكي دار ليها حتى حنايا طرحنا عليه هذا الشيء هذا، قلنا له كيف زعما انت خاطب السيده وقربتوا ديروا العرس ومع العلم انك جبتي الاسم ديال الاخرى. المهم ها هو حكى لنا، عطانا مبررات وتصنت على المبررات ديالو. تفضل يا سي ادريس. السلام عليكم إلهام، كي دايره؟ وعليكم السلام. طاب الحمد لله في الساعة. إلهام كنصوني لك، علاش ما كتجاوبينيش؟ ما غاديش نجاوبك، ما درتيش عليا نجاوب باش نجاوبك. علاش ما تجاوبينيش؟ هو غير لحظة، عطيني غير فرصة ديال الهضرة معاك. بغيت غير تيق فيا، تيق فيا واخا. فينا هي صعيب الله صعيب. يرحم لك الوالدين، فينا هي فينا هي، راه تيقة فيك 4 سنين ديال العشرة تيقة فيك. بديتي ما بيني لا وضعها دمرتي ليا كلشي صدمتيني. اش من ثقة عاد بقات؟ غير قول ملي انت جاي كتواجهني كتقول لي كنبغيها، شنو بقى تاع شنو بقى؟ قول لي شنو بقى؟ شنو والله باغي تزوج بيا وتزوج بيا حتى هي؟ لا بغيت انت بحالك، وكان بغيت اكون راني صوميت على سعيد ولا شي لعبه بحال هكا، راني بغيت انت وحصلت هنايا وبغيت نصلح الخطأ ديالي ما كله هنايا. تحبليش ما تحبليش ما تحبليش راسي ما تحبليش راسي بجوجة بجوجة بالحاج بيتولي ما تحبليش ليش راسي فهمتي؟ واش انت شوية صابة؟ غير قول واش داكشي اللي درتي معايا كيفاش ما فهمتكش؟ خاطبني وشحال من حاجة وفي الآخر كتبغي شي وحدة ودابا جاي بكل بساطة علاش ما بغيتيش تجاوبني؟ أكيد تحب لك راسك دابا شنو بغيتي من الآخر شنو بغيتي؟ أول عطاني فرصة وكان اعتذر على داك الشيء اللي فات وداك الشيء ما عمرو يتعاود. الله يجعل في بارك الله يخلص ما كاين لا فرصة لا جوج. طيب ما بقيتش انا قامتك بشي حد ثقة ما بقاتش فهمتيني؟ ما بقاتش ثقة. طيب وجهتيني وجهتيني قلتي لي راني كنبغي وحدة ودابا سير عندك وحدة فهمتي؟ سير عندك وحدة. طيب قول لي إلهام شحال باقي لكم من العرس؟ إلهام شحال باقي لكم من العرس؟ مكاش باقي لك شي حاجة فهاد الشهر كنا كنوجدو كلشي هو عارف فهاد الشهر كنا موجدين كلشي ولكن ملي ما خدمتش ما عندي ما ندير لك والعائلة والناس اللي عارفوا كلشي كان عليك تفكر في العائلة قبل ماشي حتى لدابا. دابا انا ما كيعمليش داك الشيء، دابا ما كيعمليش داك الشيء كامل، انا ما بغيتش نخسرك. ما بغيتيش تخسرني مني ما بغيتيش تخسرني علاش رجعتيني داك النهار؟ قلت لي انا كنبغي وحده. دابا وليت كتهمك العائله. انا راه اسيدي انا راه العائله ما كتهمنيش. فهمتي؟ ما كيهمني حتى حد انا كتهمني راحتي في الوقاره. والانسان اللي كنت ثقه فيه داير فيه ثقه عامه كيفاش فضك لي؟ كيفاش العائلة؟ دابا انت همك العائلة تتزوج بيا على حسب العائلة واش انت شوية صابة؟ هذه هي اللي ما عمرها تكون. الله يسهل عليك فهمتيني؟ دايرين العقد يا إلهام، دايرين العقد. شنو؟ دايرين العقد ولا؟ وي دايرين العقد. وي هو ورا عارف اش هادشي إدريس؟ وا لا إله إلا خويا سعيد راه وي هادشي ادريس صدمني 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 عرفتي يعني صدمني صدمني صدمني. دابا العرس قرب، دابا العرس قرب، دابا هذا هو المشكل. العرس قرب، قربتوا ديروا العرس، ربما خاسرين فلوس خاسرين كل شيء، و ما صراحة ما اعطي شي فرصة. إلهام إلهام اعطي شي فرصة. شنو؟
اعطيه فرصة. ما يمكنش اخويا، ما يمكنش، زعما نعطيه فرصة. موافق إذا موافق. زعما ادري الله كان يسهل عشان يعني. كان 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 عشان ضربك أمام أمام الجيش الخربوشي كامل، وخويا سعيد الله شاهد على كل شيء. موافق. ما غاديش نسامحك، فهمتي؟ ما غاديش نسامحك، الهضرة ديالي غنلقاها عند المحامي، فهمتيني؟ السلام عليكم، الله يسهل عليك. انت خايفي صعب خويا سعيد، أختي إلهام، تهلا في راسك وسلام عليك. إلهام آه زعما آخر الهضرة ديالك هي هذه؟ زياد يا خويا لا لا شوف شوف، والله إلهام ثانية في إلهام بطني، إلهام في إلهام بطني إلهام بطني، إلهام، 4 سنين ديال العشرة هادي، شوف أربع راه سنين ديال العشرة. متفق معاك، ولكن راه كنقول لك راه 4 سنين ديال العشرة ماشي سهلة، ولكن زعما حتى هو راه على ما قال لنا في الخاص. دابا أدريس أدريس احكي لها صاحبي داك الشيء اللي قلتي لنا، قولوا لها صاحبي باش هي دابا أنت ما قنعتيها حتى بشي حاجة، قنعها أخويا. اخويا ما مش صح هيكم عليك، دابا دابا شوف دابا شحال اسي ادريس، دابا هي حصلاتك، دابا هي حصلاتك، ولكن دابا انا كنقول لك دابا عيقني اعطيها شي مبرر مقنع باش ان هاد السيده هادي تعرف راه غير ما كاين والو. بغيتها تثق فيا، تثق فيا وخال. فين هي طيب تلقى الله طيب يرحمك الوالدين؟ فين هي فين هي؟ راه تيقى فيك 4 سنين ديال العشرة، تيقى فيك بديتي ما بيني لو وضعها دمرتي ليا كلشي استنطيني. اش من ثقة عاد بقات؟ غير قول ملي انت جاي كتواجهني كتقولي لي كنبغيها، شنو بقى تاع شنو بقى؟ غير قولي شنو بقى؟ شنو والله باغي تزوج بيا وتزوج بيا حتى هي؟ لا بغيت نمشي بوحدك، وكان بغيت اكون راني صوميت على سعيد ولا شي لعبه بحال هكا، راني بغيت انت هي وحصلت هنايا وبغيت نصلح الخطا ديالي ما كله هنايا. تحبليش ما تحبليش ما تحبليش راسي ما تحبليش راسي مزوجه بالحاج بكمالي، ما تحبليش راسي ما تحبليش. لو دابا تهلا في راسك وسير الله يسهل عليك خويا سعيد، تهلا في راسك بسلامه. بقى معنا إلهام الهضره إلهام ديالك، إلهام إلهام الهضره ديالك عارف كنا تلقاها والله الا إلهام تبارك إلهام إلهام، بقى معنا الله يعطيك الستر على وجهنا وعلى وجه الجيش الخربوشي. انا كنقول لك بارك الله فيك اخويا، انا والله يخطيك بارك الله اي فيك، انا انا كنقول عارفه لك. شوف اعطيه الادريس، اعطيه شي فرصة الله يسهل عليك، اعطيه والله الا امرك اعطيه عارفه شي كيف فرصة. كيف دابا هو ما كيهضرش كيبقى ساكت ما كنصيبو، ما اعطيه شي فرصة، وهو ها هو دابا حدا يا الناس. اخويا اسمع والله ما قد انا اعطيه اسمع شي فرصة، اسمع، ما اختي إلهام قدهاش. اختي إلهام ها هو حدا الناس اخويا عاي سعيد، واخويا سعيد اخي اخويا ادريس سعيد، نوعدها ونوعدكم امامكم كاملين الجيش الخربوشي والناس اللي كتفرجوا والملأ كامل، نعتذر منها ونعطيكم الوعد مع عمر هادشي يتكرر، وداك النوامر داكشي كامل نحيدو وكلشي اسمع بالطريقة اسمع الصحيحة اسمع، نتزوج. هذيك السيدة الأخرى شنو، السيدة الأخرى شنو سميتها؟ ألو إدريس، واخويا سعيد السيدة الأخرى شنو سميتها؟ شنو اللي ما يهضر؟ بقيتش والله ما بقيتش باغي نذكر حتى السمية حداها واخا هي دابا، ودابا صافي دابا هذيك عافاك دابا اخويا هذيك سعيد اسمع، صافي واه ما عليناش ما تقولش السمية ديالها، هذيك هذيك واش باقي كتواصل معاها ولا مرة مرة ولا صافي لا سالي؟ ما بقيتش كنتواصل معاها صافي، قطعت حتى النمرة ديالها بلوكيتها وحيدت كل شيء، باغي نبدلتها هاد النمرة هادي نبدلها، ما نبقاش الله نصوني على يجعلني حد نثق، الله يجعلني نثق هاد الليلة، الله يجعلني نثق، الله يجعلني ثقي نثق. فيا ثقي فيا وعطيني فرصة عافاك أمام الناس، وكنعتذر كنعتذر كنعتذر كنعتذر، وهادشي عمرو يتكرر، راني ندمان بزاف من ديك من داك النهار، ما كنشوفش النعاس، ما كان ما مع الدب ما كنصوني انا ليلا الحمد لله، ونهار، انا الحمد ما لله كنفرش، كنعس، انا عييت الحمد لله منصوني كنعس، الحمد لله عرفتيني، انا الحمد لله كنعس، داك الضربه اللي درتي ليا اللهم لك الحمد كنت بانعس. عرفتيني معاك ايوا هادشي اللي كاين، راه ما عندي شي حاجه نقولها لك دابا، طيب بزاف كيما تلاقينا نتفارقوا صافي، ما كاين عاتب منا ولا هنا ولا هنا، الا كتقلب على صدى او ثاني ما عندي ما ندير لك. انا جامي نسمح فيك، وقع لي بغى يوقع ما غنسمحش، حيتش ندمانو بزاف و جامي تسمح فيا، جامي تسمح فيا، وعلاش هاد الهضره ما قلتيهاش من الاول؟
علاش هضرة ما قلتيهاش من الأول؟ ولا جيتي داك اللي أنا كنبغيها، يوم اللي كتبغيها وهديتي في حداها دابا، أنا نتاني عليك، أنت شي وحدة سميتها إلهام كاع بالمرة، سمعتيني؟ لما أنت كون ما كانش، إلهام أنت. لا كون ما كنتوش عاديري العقد والعرس قرب وبنادم خاسر فلوس ولا هذا يعني. ودابا انتوما كتشوفوا إلهام إلهام إلهام. اخويا سعيد دابا هو سمعني، اخويا سعيد دابا هو ما همنيش، ما هموش باش يجي يتزوج ولا شي لعبه، همه هو العائله، هضره بنادم اللي همه، فهمتي؟ انا همه لي خليني راحتي راح اعطيني كيفاش فرصة، ديالي مع همه العائله وماشي شي واحد. اعطيني فرصة وخليني نبرر لك واش همني العائلة ولا همني الكلام ديال الناس ولا شي لعبة بحال ما هكا. اعطيني فرصة ما وشوفي. عنديش فرص، ما عنديش فرص أولد الناس، ما عنديش فرص، ما وعافاك يا عنديش، إلهام، عافاك ما عافاك. عنديش، ما عنديش. ولا إلهام، وقتاش درتوا العقد؟ وقتاش تخطبتوا؟ وقتاش درتوا العقد؟ ألو الو إلهام، إلهام، ألو وين؟ وقتاش تخطبتوا انتوما؟ لا ما سمعتك قلت لكم وقتاش تخطبتوا؟ دابا في عام هادي، وقتاش درتوا وحنا العقد؟ مخطوبين، وحنا مخطوبين، وقتاش درتوا العقد؟ درنا في شهر هادي باش درنا العقد، وفي هاد الشهر هادي احنا كنوجدو العفو. إلهام عطيه شي فرصة، الله يعطيك رضا، عطيه شي فرصة، الله يسهل عليك. يكون خير اخويا سعيد. يلا تحياتي لكم اختي. وباش ما كان اختي إلهام، خلي لنا شي ميساج في الانستغرام ان شاء الله صافي. اخويا، ان شاء الله، بارك الله فيك، يلا تحياتي لك استدريس ادريس، يا وكنتمنى ان شاء رب الله ما تعاودش، وإلهام ان شاء الله تولي تسامحك وما يكون على خير. تحياتي لك إلهام.